بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناقشة المسلمات برهان على الجهل أو الخور والتهافت ما لم يكن من أجل الفهم. من صور المناورة والخداع والخيانة في زمننا هذا المقولة التي اشتهرت وانتشرت بعنوان الديانات الإبراهيمية. كنا ننتظر من بعض علماء الإسلام أن يصرحوا بالحق لكل الخلق ويزيل الالتباس المختلق ويفضح الخيانات لكل الناس ويذكروهم بأن سنة الله في رسالاته إلى الآدميين أنه سبحانه ينسخ الرسالة السابقة بالرسالة اللاحقة ويوجب العمل باللاحقة ولا يقبل العمل بالسابقة إلا في الاعتقاد. وقد كانت الرسالات السابقة حقا في وقتها، وأنه عز وجل قدر في أزله أن تكون رسالته إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة رسالاته إلى أهل الأرض. وقدر سبحانه في الأزل أن دين الرسل والأنبياء وأتباعهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، هو دين الإسلام. فكل من آمن بالله ورسله وأسلم نفسه لله فهو مسلم من آدم عليه السلام إلى آخر مسلم على ظهر الأرض. قال تعالى: إن الدين عند الله، عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل في الرسالة الخاتمة للأمة الخاتمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه في خاتم الرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قال مناور: ما دام المؤمنون بالرسالات السماوية ورسول الله مسلمين، فلما
لماذا ليوحد دين اليهود ودين النصرانية ودين الإسلام وكلها سماوية، ويجتمع الناس على مفاهيم ينتقونها من تلك الرسالات السماوية الثلاث، ويرفع الخلاف بين الناس ويسود الوئام؟ إذا قال مناور ذلك قلنا له: أثبت أولا بقاء التوراة سالمة صحيحة كما نزلت على سيدنا موسى، ثم أثبت أن الإنجيل باق على صحته وسلامته كما نزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ونذكره ثانيا، نذكر ذلك القائل المخادع المراوغ المناور، نذكره ثانيا بسنة الله التي ذكرناها في نسخ الرسالات السابقة بالرسالات اللاحقة إن كان يؤمن بالنسخ، ونغمزه ثالثا بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن دينه ثلاثيا كما يدعي المخادعون المناورون. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإن كابر وراوغ قلنا له: إن القرآن الكريم حسم داءك وأدواء أمثالك بقوله تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفكهم الله وهو السميع العليم. وبقوله سبحانه في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالله عز وجل الذي قدر في الأزل أن يكون القرآن الكريم خاتمة رسالاته سبحانه إلى أهل الأرض، علم عز وجل ما سيحدثه المكابرون على مر الدهر من بدع الأقوال والأعمال مكايدة للوحي، مكايدة للكتاب والسنة. فضمن سبحانه الكتاب القرآن، ضمن سبحانه القرآن الإجابات المفحمة القاطعة لكل مناور وكل مغرض حقود إلى يوم الدين. والذي يحز في نفوسنا أن بعض العلماء المنتسبين للإسلام يتوسعون في مراعاتهم للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين أكثر من مراعاتهم لحقوق الله وحقوق الرسول وحقوق الإسلام. فأهونهم أو أدونهم أو أقلهم خطراً إن صح هذا الكلام، فأهونهم يسكت عن النصوص
الفاصلة في الموضوع، ومنهم من يؤولها بما لا يثير قلق المخالف العدو، وبعضهم يفسرها بما يسر العدو ويسعده، وآخرون يسكتون أصلا خوفا من بعض السلطات الجائرة أو حفاظا على مصالح مادية أو طمعا وتشوفا في مصالح مرتقبة. وما بمثل هؤلاء العلماء يعز الإسلام؟ إنما يعز الإسلام بمثل عز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.